السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام، لكم اليوم هذا الكتاب الجميل كما تلاحظون في الصورة. هذا الكتاب صراحة من تجربتي الخاصة لاحظت هناك تحسنا على مستوى في اللغة الفرنسية، فلذلك أنصحكم بهذا الكتاب لأنه جميل ورائع جدا، ومن بين سماته أنه يتميز بمجموعة من التمارين التطبيقية. فإن شاء الله كل حلقاتنا ستتمحور حول هذا الكتاب من صفحاته الأولى إلى آخر صفحاته، ولذلك سنخصص كل يوم إن شاء الله حصة يعني تطبيقية من أجل تطبيق هذه التمارين والتمرن عليها من أجل اكتساب الرصيد اللغوي بطبيعة الحال. فهذا الكتاب كما قلت عندما تتمرن على التمارين التطبيقية فإنك تكتسب القواعد بشكل ضمني وبسلاسة بدون أن تجد صعوبة في التعمق في قواعد اللغة الفرنسية. إذن نبدأ على بركة الله. أول درس بعنوان لا بريزونطاسيون. كما تلاحظون هناك صورة يعني تعكس مشهدا من الواقع. لا بريزونطاسيون تريد أن تقدم نفسك لطرف آخر لا تعرفه، فلا بد أن نستخدم هنا لو فيرب اتر. يعني لو فيرب اتر يدل هذا يعني الفعل على الكينونة، أنا أكون، أنت تكون، أنت تكونين إلى غير ذلك. فلاحظوا بونجور صباح الخير، جو سوي كينجي تاكاشي، بونجور مسيو تاكاشي، جو سوي جون بوغيل. إذا كما تلاحظين أن لا بريزونطاسيون لا بد أن تتعرف أولا على لو فيرب اتر. راه ما كنتوش حافظين لو فيرب اتر، راه غتلقاو مشكل كيفاش أنك تعرف بالنفس ديالك. إذا هذا لو فيرب اتر كما سأعرضه الآن في الصورة فهو جد مهم من أجل أن تستخدمه لتقدم نفسك للآخرين. إذا لو فيرب اتر بريزون سامبل، جو سوي، tu es، il ou elle en est، nous sommes، vous êtes، il ou elle sont. إذن لاحظت أن لو فيرب اتر مهم جدا. خصك ضروري ورقة وقلم الآن دابا نيت كتب جو سوي، tu es، il est، elle est، on est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. أنا أكون، أنت تكون، هو يكون، هي تكون، إلى غير ذلك. إذن التمرين الثاني اللي غتشتغلوا عليه غتديروا بحال هذا النموذج ديال البريزونطاسيون. بونجور جو سوي مثلا أيوب رفيع، بونجور مسيو أيوب، جو سوي كريم مثلا، وتكملوا تكتبوا الاسم والنسب وتدربوا على النطق ديالو. إذن ننتقل إلى ملاحظة صغيرة فيما يخص استخدام لو فيرب اتر. يعني نقدر نقولوا جو سوي مثلا جو سوي كينجي تاكاشي أو جو مابيل كينجي تاكاشي. نو ديت با سوي كينجي تاكاشي، يعني خص ضروري البرونو كنقصدو به برونو بيرسونيل يعني ديال الفاعل سوجي، ضروري نقولوا مثلا جو أنا مثلا جو سوي أو جو مابيل. أيضا ننتقل إلى نشاط آخر فيما يخص لو فيرب اتر. إمتى كنستخدمو لو فيرب اتر؟ لاحظتوا أننا استخدمناه في البداية، استخدمناه في لا بريزونطاسيون. الآن لو فيرب اتر غنستخدمو في لا ناسيوناليتي إي لا بروفيسيون. بيت كتكون عندنا مثلا تتحدث عن جنسيتك مثلا، هل أنت مغربي أو مثلا فرنسي أو غير ذلك، والمهنة كذلك. لاحظوا المثال الأول، vous êtes japonais، هل أنت يعني ياباني؟ oui je suis japonais. vous êtes médecin؟ non je suis chimiste. لاحظتوا أن هنا مثلا le verbe être كنستخدموه في la nationalité. مثلا واش انت vous êtes marocain ولا vous êtes marocaine،
كنستخدموا هنا لا ناسيوناليتي، ولا كانت عندنا لا بروفيسيون يعني المهنه مثلا، واش هل انت طبيب مثلا، نستخدموا لو فيرب اتر. فوز ات ميدسان؟ نون جو سوي شيميس. اذا لاحظوا ان لو فيرب اتر راه مهم جدا، لا بد يعني من حفظه. اذا خلاصه بعجاله، قلنا ان لو فيرب اتر كنستخدموا لا لا بريزونطاسيون كتبغي تقدم نفسك، ولا لا ناسيوناليتي اي لا بروفيسيون. كذلك هناك ملاحظه فيما يخص استخدام لو فيرب اتر مع لا ناسيوناليتي اي لا بروفيسيون. لاحظوا مثلا المثال الاول، جو سوي ميدسان، نو ديت با جو سوي ان ميدسان. في هذه الحاله عندما نستخدم لو فيرب اتر مع مثلا لا بروفيسيون، راه ما خصناش نديرو داك لارتيكل، لارتيكل ديفيني ولا لارتيكل انديفيني، داك ان ولا لو. اذا كنستخدمو لو فيرب اتر وكنتبعوه للبروفيسيون، جو سوي ميدسان مباشره، يعني ما يمكنش لينا نقولو جو سوي ان ميدسان، ولا مثلا نقول جو سوي بروفيسور، ما خصناش نقولو جو سوي ان بروفيسور، يعني غلط. يعني هذه الملاحظه الاولى. حتى بالنسبه لا ناسيوناليتي، راه مثلا جو سوي ماروكان، ما يمكنش نستخدموا لارتيكل. وكذلك ملاحظه اخرى، لاحظوا فوزيت، لاحظوا ان اس مع افيك سيركونفليكس كتنطق بالزد، يعني فوزيت. هنا نتحدث عن لا ليزون، يعني ضروري داك اس كنربطوها مع داك او باش كنقراوها بلا ليزون، كتنطق ب فوزيت. اذا لاحظتوا معايا في هذه الصفحه كما قلت بان هذا الكتاب، كتاب فيه من بين المميزات انك كتقوم بمجموعه من التمارين التطبيقيه. اذا لاحظتوا معايا ان هنا تمرين تطبيقي كومبليتي بريزونتيفو، يعني انت تقدم مثلا نفسك مثلا بونجور جو سوي. اذا غتحاولوا نتوما تستغلوا هذا النموذج وتستخدموا هنا لو فيرب اتر باش تكملوا لهذا البريزونطاسيون مثل الحوار الاول الذي اشتغلنا عليه. اذا كما قلنا ان يمكن لكم تستخدموا انا لو فيرب اتر، ويمكن لكم تستخدموا مثلا المثال ديال جو مابيل، انا اسمي، او جو سوي، انا اكون. اذا من اجل الاشتغال على التمرين تحاولوا توقفوا هذا الفيديو وورقه وقلم واشتغلوا وطبقوا لو فيرب اتر، بعد ذلك سنرجع ونقوم بتصحيح هذا التمرين. إذن نقوم بتصحيح كومبليتي بريزونتي فو. بونجور جو سوي كاترين دو نوف، جو سوي جيرار دو بارديو، جو سوي الان دولون، جو سوي ايوب رافيل باغ اكزومبل. ننتقل الى التمرين الثاني، كومبليتي سولون لو موديل، جون بوريل فرونسي بروفيسور. بونجور جو سوي جون بوريل، جو سوي فرونسي، جو سوي بروفيسور. اذا كما لاحظتوا ان من جماليات هذا الكتاب كيعطيكم اسماء، كيعطيكم ناسيوناليتي، كيعطيكم لا بروفيسيون، وكتحاولوا انكم كتوظفوهم مع لو فيرب اتر. هذا التمرين غتشتغلوا عليه، تاخذوا ورقه وقلم وتحاولوا انكم ديروا بعض الاسماء وبعض البروفيسيون وكذلك لا ناسيوناليتي، وطبقوا بحال هذا النموذج. حاول تعطي انت نموذج عليك انت، مثلا بونجور جو سوي ايوب كذا، جو سوي ماروكان، جو سوي بروفيسور باغ اكزومبل، تعطيهم مثل هذا المثال. ننتقل كذلك الى المثال الثاني. هذا المثال الثاني ان شاء الله اريدكم ان تشتغلوا عليه، وورقه وقلم اريدكم ان تشتغلوا على هذا التمرين.